خرج مئات الطلبة والناشطين الحقوقيين الأفارقة أمس بفرنسا من مختلف الجنسيات تنديدا بما تقوم به جماعة بوكو حرام من قتل وتشريد واغتصاب في حق سكان المنطقة، داعين إلى تضافر الجهود الدولية للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية التي تصعد من أعمال العنف والإجرام في حق المدنيين العسل. لدي قريب تم قتله من طرف جماعة بوكو حرام في 2 جون في الفارت. عندما تهجموا على قرية في شمال نيجيريا، بعد مجيئهم قاموا بقتل سكان القرية ومن بينهم قريبي وثلاثة من أطفاله، لقد قتلوهم كالحيوانات، قتلوا المئات من الأشخاص وأخذوا النساء معهم.